زين، هسه راح ناخذ اوفر فيو سريع عن الانتيبايوتيك ريزيستنس. طبعا احنا بحرب مستمره مع البكتيريا، انه احنا ننطي انتيبايوتكس، نصنع انتيبايوتكس جديده، والبكتيريا تصير ريزيستنت، مقاومه لهاي الانتيبايوتكس، فنضطر نصنع انتيبايوتكس جديده والبكتيريا تصير ريزيستنت لها وتستمر السايكل. فاحنا بحرب مستمره مع البكتيريا. ويليام شكسبير عنده مقوله حلوه، شو يقول؟ يقول some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. يعني شنو؟ بعض الناس تولد عظماء، البعض يحققون العظمة يوصلوا لها، والبعض تنشمر العظمة عليهم مو هم يحققوها. البكتيريا ريزيستنس نفس الشيء، بعض البكتيريا تنولد ريزيستنت، هاي يسموها natural resistance. بعض البكتيريا achieve resistance عن طريق mutation، وبعض البكتيريا تنشمر عليها resistance عن طريق واحدة من ثلاث طرق هسه نحكيها بعدين، اللي هي plasmid والبكتيريفاج والtransformation راح نحكيها بعدين. إذن شنو مثال على naturally resistant بكتيريا؟ المايكوبلازما. هاي المايكوبلازما هي بكتيريا تنولد من قاعها ما بيها cell wall، فهي naturally resistant للسيل وول inhibitors، هي مولودة resistant. ليش؟ لأن ما عندها target مال هذا الانتيبايوتيك، مولودة بدون هذا التارجت. النوع الثاني achieve resistance by mutation، طبعا هاي unusual mechanism، هذه rare تصير، لكن الفكرة مالتها إذا واحد عنده هواية بكتيريا بجسمه ده تسوي له فد infection وطنا antibiotic، إذا أثناء ما نطنا antibiotics صدفة واحدة من هاي البكتيريا صار بها ميوتيشن كسبتها، يعني اضطتها قابلية الريزيستنس ضد هذا الانتيبايوتيك، بهالحالة ايش راح يصير؟ كل البكتيريا الثانية راح تموت ما عدا هاي السنجل بكتيريا اللي صدفة صار عندها ريزيستنس جينز راح تبقى عايشة. زين، بهالحالة ايش راح يصير؟ السنجل بكتيريا بقت عايشة راح تبدي تتكاثر من جديد تسوي ريبوبوليشن للكولوني، راح تسوي كولوني جديدة كلها ريزيستنت بكتيريا، لأن البكتيريا اللي تنولد تحتوي نفس الجينات مع البكتيريا الأم، فإذا الأماية عندها ريزيستنت جين فالدوتر سيلز همينة عندها ريزيستنت جينز، فراح تتكون إن كولوني كبيرة بها ريزيستنت جينز بهاي الطريقة. هاي الطريقة شي يسموها spontaneous mutation and selection. الطريقة الثالثة اللي هي most common type، هاي الثالثة خلوها ببالكم، هاي most common type تصير عن طريق يا أما plasmid أو عن طريق transformation أو عن طريق transduction. شنو هذا النيلة للشغلات؟ أول طريقة transduction عن طريق البكتيريفاج. هذا البكتيريفاج هو فيروس يهجم على البكتيريا، فيهجم على بكتيريا رقم واحد ياخذ الدي ان اي مالتها، وراح يروح يهجم على بكتيريا رقم اثنين ويحقن الدي ان اي مال بكتيريا رقم واحد ببكتيريا رقم اثنين، فبالتالي بكتيريا رقم اثنين صار عندها ريزيستنت جينز. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي conjugation. البكتيريا تحتوي circular دي ان اي اللي هو هذا هنا، circular دي ان اي صغيروني منعزل عن الدي ان اي الاصلي مالتها، هذا ممكن يحتوي على الريزيستنت جينز، هذا ممكن يحتوي على الريزيستنت جين. فشي يصير؟ ممكن بكتيريا تجي تلزق ببكتيريا الاخ، هاي البكتيريا تجي تلزق ببكتيريا الاخ وتحقن البلازميد من بكتيريا رقم واحد الى بكتيريا رقم اثنين، فبالتالي بكتيريا رقم اثنين همين راح تكتسب الريزيستنس جين. زين، الطريقة رقم ثلاثة هي خلصنا من conjugation، خلصنا من transduction. طريقة رقم ثلاثة هي transformation. هذا شنو هي transformation؟ فرضا بكتيريا ماتت لأي سبب كان، راح تجي البكتيريا الأخرى فوق الجثة، ما تمشي فوق الجثة مع صديقتها وتلقي resistant gene بالقاع متطشر وتاكله تبلعه، فبالتالي دا تاخذ السلاح مال صديقتها الميتة. هاي شي يسموها ترانسفورميشن. هاي الطرق الثلاثة هي طرق النقل مالت ال
resistant genes. فإذا واحد يسألنا شلون تنتقل resistant genes، نقول له طريقتين رئيسيات. أولا vertical transmission اللي هو هاي حكيناها، لما الأمية تنقسم resistant genes مالتها تنتقل لل daughter cells. وأكو horizontal transmission اللي هو واحدة من هاي الثلاث طرق اللي حكيناها، transduction, conjugation, transformation. هاي التفاصيل مو مهمة من ناحية نظرية، هاي مجرد شغلة تثقيفية بالنسبة لكم، لازم تعرفون اكو شيء اسمه resistance وهذا الشيء يأذينا. زين، هسه بكتيريا اكتسبت الresistant gene بأي واحدة من هاي الطرق اللي حكيناها، سواء كانت vertical transmission وصلتها resistant gene، او horizontal transmission وصلها resistance gene، او هي اصلا يعني spontaneous mutation صار عندها resistance gene. شنو هي الميكانيزم مال هاي الجينات اللي تشتغل بيها وتسوي لنا ريزيستنس؟ شلون هاي الجينات راح تسوي ريزيستنس؟ واحده من اربع طرق عاده. اولا هاي الجينات ممكن تقلل لنا دخول الدرج الى البكتيريا، او تزيد خروج الدرج من البكتيريا، يعني تسوي اي فلكس بامبس، وهاي البامبس كل ما يدخل دواء تاخذ الدواء وتضخه خارج البكتيريا. الطريقة الثالثة تصنع انزيمات، هاي الانزيمات تهجم على الانتيبايوتيك وتفلشه. والطريقة الرابعة altered targets، يعني هاي الجين الريزيستنس جين يغير من الستركتشر مالت التارجت مال الانتيبايوتيك، بحيث الانتيبايوتيك بعد ما يقدر يقعد على هذا التارجت وما يقدر يشتغل. فهنا أنا رسم تخطيط مخطط توضيحي. I can't speak. هنا أنا أول طريقة inactivating enzyme. يجي الدرج، الإنزيم يفلش للدرج وبعد ما يخليه يشتغل. هذا inactivating enzyme شنو المثال عليه؟ المثال عليه اللي أريدكم تحفظوه هي البيتا لاكتاميز. بيتا لاكتاميز هي إنزيم تصنعها البكتيريا حتى تفلش مجموعة من الأدوية يسموها بيتا لاكتام. Antibiotics راح ناخذها بمحاضرة cell wall inhibitor. الطريقة الثانية تصنع efflux pumps، resistance gene يصنع efflux pumps بحيث كل ما يدخل الانتيبايوتيك يطلع لي برا فما يشتغل. الطريقة الأخرى تقلل الانتيك بالجرام نيجاتيف بكتيريا، اكو فد channel بالوال مالتها بالcell membrane مالتها اسمه porins. هاي الأدوية تفوت من خلال البورينز مال جرام نيجاتيف وتدخل داخل البكتيريا. فالريزيستنس جين ممكن يقلل عدد البورينز فبالتالي يقل دخول الدرج، أو ممكن يصغر أو يغير شكل البورين بحيث تقوم ما تعبر دواء بكمية كافية. الطريقة الرابعة altered target، مثل ما قلنا الدواء بعد ما يقدر يقعد على التارجت مالته لأن التارجت تغير شكله. منو مثال مهم على هاي الميكانيزم؟ البنسلين بايندينج بروتينز. البنسلين بايندينج بروتين هي التارجت مع البنسلين ومع البيتا لاكتام بصورة عامة، بعدين ناخذها بس بنسلين يقعد على هذا. فإذا البنسلين بايندينج بروتين تغير الشيب مالته بعد البنسلين ما يقدر يقعد عليه ويصير ريزيستنس. شنو البكتيريا اللي تسوي ريزيستنس عن طريق تغيير penicillin binding proteins؟ أهم بكتيريا تسوي هيك هي المرسا MRSA اللي هي methicillin resistant staph aureus. أريدكم تحفظون هاي البكتيريا لأن حنحكي عليها هواية بالمحاضرات الجاية، كلش مهمة هاي البكتيريا المرسا. شلون المرسا تسوي antibiotic resistance؟ عن طريق تغيير الستركتشر مالت البنسلين binding protein. وكو طريقة أخرى إنه تصنع alternative enzymes، هاي يسموها decoy method، مو كلش مهمة هم بعدين نتطرق لها. WHO قالت لنا اكو هواي شغلات تسبب بكتيريا resistance وتزيد من الامرجنس مال resistant بكتيريا. بالنسبة لنا كدكاترة اهم وحدة هي هاي النقطة الاولى. المشكلة انه اي شخص صار دنشلة بلا عيمة توجعة دايارية يطوف فلاجيل، اي واحد ما يحتاج انتيبايوتيك دي يطلو انتيبايوتيك بدون داعي، فهذا يزيد من الامرجنس مال ريزيستنت بكتيريا. الشغله الاخرى اكو مرضى ياخذون انتيبايوتيكس وعندهم سبب وجيه انه ياخذون الانتيبايوتيك،
فمثلا الطبيب قال له تاخذ هذا الانتيبايتيك لمده 10 ايام. المريض شو يسوي؟ اخذ الانتيبايتيك ورا يومين ثلاثه تحسن، راحت الاعراض منه. شو يقول؟ يقول هذا هو، انا طبت فما راح اكمل الكورس مال الانتيبايتيك، راح اخذه يومين فقط واقطع بمكان ما اخذه 10 ايام. هذا الشيء غلط، وممكن يزيد الامرجنس مال ريزيستنت بكتيريا. ليش؟ لانه يومين مو كافيه تقتل كل البكتيريا، فممكن من تقطع الدواء ترجع البكتيريا تسوي بروليفريشن وممكن تعدي غيرك، وبالتالي الشخص اللي انعدى منك البكتيريا ما تهمه انها تكون ريزيستنت بهاي الحاله. ف لا تسوي اوفر بريسكريبشن مال انتيبايوتكس، لازم واحد عنده سبب وجيه يلا تكتب له انتيبايوتك. ثانيا انصح المرضى مالتك ان يكملون الكورس كله مال انتيبايوتك حتى لو راحت الاعراض. كتبت له 10 ايام ياخذ 10 ايام، كتبت له اسبوع ياخذ اسبوع، كتبت له اسبوعين ياخذ اسبوعين، حتى لو طاب قبل هاي الفتره. اخر شيء، اذا صارت انتيبايوتك ريزيستنس وانتشرت وما قدرنا نصنع ادويه جديده حتى نقتل البكتيريا، ممكن نرجع العصر ما قبل الانتيبايوتكس، ممكن البوست انتيبايوتيك ايرا يجينا. هذا شنو معناها؟ معناها الانفكشنات البسيطه ممكن تقتل من جديد، ممكن واحد تنشخط رجله يصير بها التهاب ويموت حاله حال قبل ما الكسندر فليمنج يكتشف البنسلين. فلازم نخلي ببالنا الانتيبايوتيك ريزيستنس هي فيري سيريس بروبلم. سابقا كان مرض السيفلس مرض قاتل، اي واحد يصاب بسيفلس يصير بي كومبليكيشنز قويه، يوصل تيرشري سيفلس وممكن يموت. حاليا السيفلس من اسخف الامراض بالدنيا، مجرد ابره واحده مال بنسلين جي تقضي على المرض كله، ابره واحده. مرض كان يقتل ملايين الناس وما له اي شاره، حاليا ابره واحده تقضي على المرض نهائيا. اذا صارت انتيبايوتيك ريزيستنس ممكن نرجع بعصر ما قبل الانتيبايوتكس، وترجع الناس تموت بسبب انفكشنات بسيطه. حاليا اي واحد يدخل مستشفى باي مرض كان دي يكتبوا له انتيبايوتيك بدون داعي، فهاي كلها دتعجل من دخولنا بالبوست انتيبايوتيك ايرا، فديروا بالكم.